سعت إسرائيل إلى حسم الخلاف بالتفاوض المباشر. أرادت إسرائيل أن تقسم طابق قسمين من باب الحل الوسط، وربما استكثرت دفع مصاريف التحكيم. الإسرائيليون ربما طمحوا في أكثر من مجرد مدينة صغيرة غير معروفة، يبدو أن أطمحهم كانت تصل إلى شرم الشيخ. هذا ما أعلنه اللواء محسن حمدي، أول من رأس الوفد المصري في اللجنة العسكرية المصرية الإسرائيلية. أضاف في تصريحات نشرها موقع الأهرام: كانت هناك مقولة خطيرة جدا لموشا ديان قالها للرئيس كارتر في إحدى أزمات المفاوضات. عبر ديان عن رغبة إسرائيل في التمسك بشرم الشيخ. إسرائيل كانت تريد شرم الشيخ تحديدا، وكانت توقعاتهم بفشل مفاوضات طابة بوابة الاستيلاء على شرم الشيخ بعد ذلك. But if you ask me, I think that there's no doubt that Egypt would get a great part of the Sinai. Except Sharm el-Sheikh and the road to Sharm el-Sheikh. Well, Sharm el-Sheikh, of course not. And there must be territorial connection between Sharm el-Sheikh and Israel, which means changes in the borders, of course. But where the line will be, I couldn't tell you. عقدت الجلسات مع هيئة التحكيم، وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية في مايو 87. ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر 87، واتفق الطرفان على تقديم مذكرة ختامية في يناير 88، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وإبريل من نفس العام. خصصت هيئة المحكمة لكل جانب 4 أيام في 8 جلسات صباحية ومسائية لتقديم المرافعات. كان من نصيب مصر أولوية الترافع. تولى الدكتور أحمد الشقيري المرافعة الختامية، اصطحب معه 3 ضباط كانوا ضمن القوى اليوغوسلافية للأمم المتحدة. جاء كل من الكولونيل راساد ميزيتشي والكولونيل سافيتش والكولونيل فلاديمير تراجوفيتش. كان ذلك يوم 18 مارس 1988، جاءوا للإدلاء بشهادتهم، وقد سجلت الشهادات في حيثيات الحكم. وجاء الدور على البروفيسور ديرك باوت المحامي البريطاني في هيئة الدفاع المصرية. استطاع تعريض الادعاءات الإسرائيلية هو وباقي الفريق المصري، ضيقوا الخناق على الإسرائيليين.